مرحبا مواليد بوشل شادي، معكم كارمن شماس. كيف بده يكون الأسبوع من الاثنين 28 حزيران يونيو للأحد 4 تموز يوليو؟ شو في عنا في هذا الأسبوع؟ الشمس موجودة في برج السرطان كل هذا الأسبوع، يعني في موقع معاكس لإلكن، ما معناتها الأجواء سلبية، لكن لما الشمس تكون موجودة بموقع معاكس هذا معناتها أنه في احتمال أنه يكون في نوع من زكزكات أو نوع من استفزازات بسيطة أو تحديات بسيطة، أو إذا أنتوا ما انتبهتوا فيها تكبر وتكون تحديات كبيرة. طبعا هذا الشيء أنا حكيته بالأبراج الشهرية، ما ضروري رح أحكي عنه هلأ. بيبقى كل يوم بيومه. الاثنين 28 حزيران يونيو، القمر موجود ببرج الدلو، الجو جيد، الجو بيسمح لمواليد برج الجدي انهم يكونوا اتحالهم، يكونوا مرتاحين اوضاعهم، لكن لازم تعرفوا انه هذه التاثيرات قد تفتح مجال للتبذير، لصرف الاموال، او لعدم الانتباه انه انتم عم تصرفوا من طاقتكم اكثر مما لازم. يعني في احتمال انه اولادكم يتعبوكم، في احتمال انه بالشغل تتعبوا، بتجوا على البيت تقولوا تعبنا، شو عملتوا؟ ما عملنا شيء، قاعدين، لكن ما بتعرفوا شو هو مزبوط سبب التعب. بتكونوا أخذتوا أو أخذوا منكم، سحبوا منكم من هالمخزون الثروة اللي عندكم إياها. الثروة عند الإنسان مش بس مال، مش دايما مال، الثروة هي المعلومات، هي الخدمات، هي الخبرات، هي المعطيات اللي عندكم إياها، هي القدرة على المساعدة، كمان هي من الثروات اللي عندكم إياها. فيوم الاثنين في احتمال أنه يطلع منكم مصروف زايد، فانتبهوا. الاثنين الساعة 9 المساء توقيت بيروت، القمر بيروح لبرج الحوت، بترتاحوا. هون بتكتر وبتقوى طاقاتكم الفكرية والجسدية، هون بترجعوا بتشعروا انكم اقوياء، رجعتوا استرديتوا وكأنكم عم تشحنوا حالكم بالمزيد من الطاقة الحلوة القوية يلي بترجع بتخليكم توقفوا على اجريكم بقوة، وتعرفوا تحكوا وتعرفوا تدافعوا عن حالكم، واذا في شيء بدكم تقولوا لا رح بتكونوا قبضيات وقوية، وتعرفوا تقولوا كلمة كلا او كلمة كفى. بيبقى القمر ببرج الحوت كل التلاتة، كل الاربعة، حتى فجر الخميس 4:30 4:30 فجرا توقيت بيروت. الخميس إذن 4:30 فجرا توقيت بيروت، هاي هي الفترة القمر بيكون فيها في برج الحوت، هي الفترة الأقوى الأسرع لإلكم، الأكثر قدرة على إنقاذكم من شخص عم يجرب يستقوى عليكم بالكلام أو بالفعل. فأنتوا قد وقدود، سرعة خاطر، سرعة تصرف، سرعة نشاط، الكل شيء بانتظاركم خلال هذه الفترة، وأنتوا بتنجحوا حتى بالدرس، حتى بنشاطكم بالشغل، حتى بالبيت. فترة ممتازة جدا للمواعيد، للقاءات، لتصفية الحسابات، قادرين أنكم تكونوا مثلكم مثل خصمكم، حتى لو خصمكم قوي أنتوا أقوياء، لكن انتبهوا كلامكم بده يكون دقيق، وما بيجوز أنكم تحكوا بطريقة قاسية لأنه ما في لزوم. الخميس 4:30 فجرا توقيت بيروت بيروح القمر لبرج الحمل، هون بدكم تبلشوا تنتبهوا. بيبقى كل يوم الجمعة، وبيبقى أيضا السبت حتى الساعة 3:30 بعد ظهر توقيت بيروت. هيدي الفترة هي الفترة الأصعب خلال هذا الأسبوع، هي الفترة يلي بتحمل بالنسبة لإلكم تحديات فيها تكون على صعيد شخصي. هون بتظهر التحديات والمشاكل مع الأولاد، مع العائلة، مع الأهل، مع البي، مع الأم، مع الإخوة. هيدي الفترة يلي بصير فيها شوية توتر، فبدكم تكونوا حذرين، وإلا معقولة تكبر قصة من حيث ما كانت، بيكون في شيء بتبين انه في شيء. كونوا حذرين، العلاقه اللي هي متدهوره او متقلبه معقوله تختفي، كونوا حذرين وانتبهوا لمسائل صحيه. السبت الساعه 3:30 المساء توقيت بيروت، او بعد ظهر توقيت بيروت، القمر بيروح لبرج الثور، بتبلشوا ترتاحوا مع تاثيرات القمر من برج ترابي صديق لكم، ترتاحوا، بتحسنوا الامور اذا انتم ذكيه، تنحل الامور والمشاكل حتى ولو اعتذرتوا معليش. الاحد القمر ببرج الثور، وبتقضوا ساعتها بتنهوا كل هذا الاسبوع، وبتبداوا الاسبوع التالي بطريقه جيده جدا. كونوا اذكياء واستفيدوا. المواليد اللي بعتبرها اكثر حظا 4 5 6 كانون الثاني يناير، المواليد الاكثر تعبا 16 17 كانون الثاني يناير. نلتقي مع الابراج اليوميه والشهريه. شكرا لكم، باي باي.